الفرصة أوجه شكري وتقديري وعرفاني وامتناني إلى الطاقم المؤطر والمتكون من أئمة وأساتذة ومرشدين ومرشدات وشيوخ، فنتمنى التوفيق والسداد لنا وللجميع إن شاء الله. نتشرف بحضوري معكم يعني فيما يخص يعني الدورة التي كانت على شرف يعني المرشدات المحمدية، والتي كانت يعني من يعني اقتراح اخي وصديقي الحاج دحو رئيس جمعية الشهيد بن هبة، فارتأينا يعني ان تكون يعني في هذه الدورة يعني ثلاث حصص سنقسمها، يعني الحصتين الاولى والثانية ستكون فيما يخص مهام المرشد يعني اداريا منذ الانطلاق يعني من الجزائر الى العودة الى الجزائر، اما الحصة الثالثة يعني ستخص الى الزيارات المخصصة في مكة والمدينة المشروعة منها وغير المشروعة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تكون يعني دفعة عند حسن الظن يعني كما الدفعة الأولى كانت ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في الدورة التربصية المجانية الثانية لتكوين مرشدات عمرة المنظمة من طرف الجمعية الخيرية الشهيد بن هبة. قبل كل شيء نتقدم بفائق الشكر للسيد خلخال دحو لتنظيمه هذه الدورة، بالإضافة إلى جميع رؤساء الوكالات والأئمة والأساتذة على إنجاح هذه الدورة. أتقدم بجزيل الشكر لرئيس الجمعية الخيرية بن هبة. يعجز اللسان عن التعبير عن مدى سعادتي في كوني جزءا من الدورة المجانية الثانية لمرشدات العمرة والحج. أتمنى الله تعالى أن يوفقنا في هذا المشوار، وأتمنى أن تكون دورة ناجحة بإذن الله. نشكر جمعية الشهيد بن هبة الخيرية على هذه المبادرة لتكوين دورة المجانية الثانية لمرشدات العمرة، وهذا أول شيء في المحمدية ولاية معسكر. وكما نشكر الأطباء والأساتذة على المعلومات القيمة، وإن شاء الله ربي يجازيهم وتكون في ميزان حسناتهم. نشكر الأساتذة الكرام والتلاميذ والمشرفين على هذه الدورة لجمعية الشهيد بن هبة الخيرية لمكونات المرشدين للحج والعمرة لسنة 2024. إن شاء الله تكون دورة ناجحة بالنسبة لكل من ساهم في هذه الإشرافات بولاية معسكر المحمدية. نشكر السيد خلخال دحو على هذه المبادرة، رئيس جمعية الشهيد بن هبة الخيرية على هذه المبادرة القيمة، ونشكر جميع الأساتذة والأئمة والأطباء على هذه المبادرة، وجعلها الله في ميزان حسناتهم. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.